المقطع الأول ناصر الصلفي، تفضل معي. تفضل معي. ارحب ارحب. الله لي مرحبا بذمتي. يا مرحبا بك. قصة مميزة بدأت. عن ما وراء النجاح نتحدث هنا في مراجل. نجمنا يروي حكاية عظيمة. قصة الكتاب بدأت بأول أيام مراجل. دعونا نستمتع معا. هنا النجم الملقب بالصلف المري أو ناصر المري، شاعر وخيال، وعرف بشخصيته الرائعة المبتسمة والمتميزة دائما بعيدا عن الرسمية. شارك في برنامج مراجل كمتسابق وتم قبوله، قدم فيه بعض الفقرات الرائعة ومن ضمنها فقرات رسمية لهذا البرنامج. وفي يوم مراجل 50 تم تدشين كرك الصلف داخل أسوار هذه القرية برفقة زملائه، ولم تنتهي الحكاية. اتفق الجميع على حبه، ومن بداية هذه النسخة كان هو الجندي الخفي لجميع زملائه، وهدفه الوحيد هو نجاح هذه النسخة. أولا أطلق عليه من قبل زملائه ومن جمهور الكيان بقائد النسخة المراجل، يستحق هذا اللقب بكل تأكيد. أبدع وتألق في الأيام الماضية من خلال حضوره المميز على البث وإلقائه للقصص والقصيد، ويمتلك قصائد جزلة، حقق أرقاما قوية وتشهد له من بداية هذا البرنامج، ولا زال في تصاعد يوم تلو يوم. نعم، لقد اعتليت أنت وجمهورك قمة الإبداع. سر على هذا الطريق الذي عهدناه منك، ولك محبين وجمهور تلقاهم عند أول عثرة لك. تعليقك يا ناصر. أول شيء بيض الله وليه فريق الدعم، استهلون والله ليهينهم، بيض وجيهم بيض اللبن، يبشرهم بالسعد. والله ليهين أخوي وسم عتيبي على الإلقاء، استاهل تحية. استاهل تحية وسم عتيبي. وما أدري شو أقول فيها، خلي لكن أنا وأخوي يطلعون شيء واحد. إيه، ما بدعت يطمر لما بدع أخوي المجري، يعني ما عدمكم بندري وغنوا. والله يعني والله ما عدمكم بندري وغنوا. ناصر بعيد إذنك. إيه من الحرجات. سلام. قائد النسخة أنت. سلم عدي. والله غلنت. والله غلنت. وكل بدل المطلي كلهم كلهم قد كلهم.